هلا حبايبي، نتمنى الكل يكون منيح. وحبايبي برج الجوزاء، يعني أنا كمان برج الجوزاء زيكم. بتمنى يعني هالشهر يكون كتير كتير منيح، لأن احنا بصراحة تعبنا كتير في حياتنا، يعني بكتر المشاكل وكتر الهموم وكتر الناس اللي بتكرهنا، بس نقول الحمد لله. يعني على كل حال، هالقراءة يعني بالذات راح أقرأ لكم وأقرأ لنفسي كمان، لأني أنا كمان برج الجوزاء. بتمنى حبيبي تكونوا كتير مناح، واللي جديد في القناة يشترك، وبحبكم كتير، واللي مشترك يعمل جيم كومنت حلوة حلوين، قولوا لي هل قراءة تتمشى معاكم ولا لا، هل أكترية الناس بتوصلني طاقتهم ولا لا. بحب، أنا بحب يعني أعرف، بحب أتواصل مع متابعيني عن قرب، وقولوا لي المواضيع اللي بدي يعني بدكم أحكي عليها. هلأ راح ننتقل اللي قراءتنا، راح ننتقل طاقتنا الحالية، احنا عاملين ايه يا حبايبي اللي انا كمان واحدة منكم. انا كمان برج الجوزاء، الكارت وقعت واحدة، يعني وقعت واحدة، وطاقتنا، شوفوا طاقتنا بصراحة بتزعل. كنت بتمنى يعني، بس ما علينا. احنا هلأ في هذا الشهر طاقتنا في الحزن، اكتئاب بار من ظهرنا للأشياء الماضية، يعني رايحين عن طريق كتير صعب، بنفكر بالليل كتير. طاقتنا الحالية يعني اكتئاب، أحوالنا بقى أحوالنا، أوه لا لا لا، القراءة باش تبشرنا بالخير. أول شي يعني استنوا لما ناخد توضيحات، أتأكد من شي. إحنا عندنا عروض كثيرة، عندنا عروض كثيرة، بس احنا ما بدنا تلك العروض. برج الجوزاء ما بدك هلا تكون علاقة مع اي حدا، بدك تفل، بدك تكون مرتاح وبس. بس طاقة الزعل مسيطرة عليك اكتر، طاقة الزعل مسيطرة عليك اكتر. قبل ما ننسى، يعني الطاقات اللي موجودة هون ترابية، مائية ونارية، ومن المائية الحوت. عاوزين نتجوز، احنا عاوزين نتجوز، يعني طالع لي طاقتنا، يعني شو يعني راح يجينا جواز ولا ايه؟ راح نشوف يا حبايبي، راح نشوف. بدنا نتجوز، بس ما بدنا يعني نجرح تاني. احنا ما محتاجين نهتم بحالنا، يعني الورقة طلعت مقلوبة، محتاجين نهتم بحالنا، ندلل حالنا، احنا ندلل حالنا زي ما بتشوف. يعني هاي المرأة
يعني لازم نهتم بحالنا، يعني هالورقة طلعت معنا هيك، لازم نهتم بحالنا كتير، لازم نكون هيك يعني حلوين، يعني نعطي نفسنا الأولوية أكتر من أي شيء. يعني إحنا بنفضل، إحنا برج الجوزاء بنفضل الناس علينا، يعني بدنا يعني عربة أو حياتنا نمشيها صح، احنا اللي نتحكم فيها مو حدا تاني، وبارمين ظهرنا، بارمين ظهرنا للماضي ورايحين. وكمان بيشوف يعني راح تجينا فرحة، كمان صراحة يعني راح تجينا فرحة، وراح يجي إنسان ما راح يقدم تصالح، راح يقدم عرض، وراه يعني حيكون احتفال وزواج إن شاء الله. يعني تاني بطاقة بتأكد يعني احنا في راح يجينا عرض زواج، بس لازم أعرف مين هيدا، أعرف مين يا حبايبي، راح أعرف مين. في تواصل، في تواصل، يمكن شخص من الماضي راجع، شخص من الماضي راجع، شخص من الماضي راجع وراح يتواصل، يعني بده أول شيء يعني بده يتواصل معانا، بده يقدم شيء وبده يحكي كلام كتير. يعني هاي الشخص بيحس نفسه ضايع، يعني سوري، بيحس نفسه ضايع لما نحن ما نكون في حياته، يعني لما نحن نكون في حياته يعني بيكون عنده الحظ كثير هذا الإنسان. كمان في إنسان ليش طلعت، نحن بارمين ظهرنا، نحن في الواقع يعني جسدنا وكل شيء يعني بارمين ظهرنا للماضي، واحنا في الطاقة الحالية نحن بنستشفى، طاقة استشفاء، طاقة سلام وهدوء. هذا كمان برج الدلو، بس في عقلنا الباطن نحن لسه مربطين، لسه مو عارفين حالنا شو بدنا، لسه يعني بنفكر. يعني شوفوا كيف يعني بتشوف يعني نص بنص عين، بنقول احنا في المغرب يعني بارمين ظهرنا وكل شي، بس لسه مربطين، لسه ما عارفين نخرج من الطاقة يعني اللي كانت في الماضي، الحب اللي كان في الماضي. بس راح أي شيء انكسر في حياتكم في هالفترة، أي شيء انكسر في حياتكم في هالفترة زي ما بنشوف، أي شيء انكسر في حياتنا راح يرجع يتصلح شوي بعد شوي بعد شوي، وراح تدور معانا الكارما، يعني الكارما راح تكون في صالحنا. أي شيء كنا بنحلم بيه راح يتحقق هيدا الشهر، يعني كونوا متأكدين. وزي ما بقولكم طاقات عامة، يعني طاقات كل الأبراج، يعني راح تكون الكارما لصالحنا. احنا محتاجين نرتاح نفسيا جسديا، يعني لما نرتاح نفسيا راح نرتاح كذلك جسديا، يعني لازم نرتاح، لازم نعطي نفسنا الراحة أكثر من كده. يعني تعبانين احنا بصراحة، يعني تعبانين كتير. بس نفس الطاقة تاعك ما راح اخذ هدول، لأنه نفس الطاقة. أوبس، قلب مكسور،
ليش 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 ليش؟ احنا في طاقة استشفاء بنستشفي، يعني بنحاول نداوي جروحنا، الجروح اللي كانت في الماضي، بس هذا راح يرجع لنا من الماضي، كان كسر قلبنا وراح يرجع يظهر تاني في حياتنا، بس احنا هنرجع له او لا؟ هذا الاختيار بيبقى لكم انتم. راح ناخد نصيحة إلنا، نصيحة لبرج الجوزاء. ليش نفس الطاقات؟ برج الثور طلع معنا كمان، يمكن شارككم من برج الثور. ممكن النصيحة ما تسمع كلام الناس. أول نصيحة يعني ما تسمع كلام الناس، وبعد عن أي شي بيوجعك شوف عالم جديد، اتعرف على ناس جداد، حب الحياة، حب الدنيا، من شان توصل لاستقرارك، توصل للأشياء اللي انت بدك توصل لها. هلا راح نعرف مشاعر الحبيب. ما راح اخذها. مشاعر الحبيب، طاقة الشريك أو الحبيب، هذا اللي متجوزين ولا المرتبطين، يعني كل شيء. مشاعر الحبيب، أول شي راح ناخد طاقة الشريك، راح آخذ نصيحة. أوكي، هلا راح نروح لطاقة الشريك. طاقة الشريك طلع لنا برج الثور، يعني بتأكد لأنه الأكثرية أو كثير ناس يعني من برج الزق مرتبطة مع برج الثور. نصيحة، عفوا، طاقة الشريك بيحبكم كتير، بالأخص لو كان برج الثور، يعني بيحبكم كتير. شفتوا كيف بيحبكم رغم أنه عنده عروض، بس هو بده الحب بتاعكم. شريككم بيحبكم كتير، طاقته الحالية يعني فقط حب، بدو يجي بسرعة لو كنتو مو مرتبطين، بدو يرجع لو كنتو منفصلين، بدو يرجع، بدو يداوي القلب اللي انكسر. هذا الإنسان لو كنتو لسه مرتبطين، هذا الإنسان عمل شي جرحك. لو كنت لسه مرتبطين، عمل شي جرحك أو قال لك كلام جارح بدون قصد، انت زعلت، راح يصالحك، راح يجيك ويقول لك I love you، راح يجي ويقول لك سامحني، لأنه هالشخص بيحبك. زي يعني لما بنشوف طاقة حب، الشخص بيحبك، مو قادر يعني ينساك، بيفكر كتير،
شايفك حلو، ندمان ندمان هذا الإنسان، سواء كان كلم قالوا لك أو أنتم منفصلين، هذا الإنسان ندمان ندمان كتير، وشايفكم في صورة كتير حلوة. زي ما قلت لكم لازم تهتموا في نفسكم، نفس الطاقة طلعت لي هو كمان، شايفكم حلوين جذابين وكل شيء، بس قلبه مكسور أو هو كسر لكم قلبكم، زعلان، حس حاله مربط، حس حاله ما بيعرف يعمل شي، حس حاله يعني ولا شي بدونكم. هذا الإنسان لو كنتم 100% لكنتم مو مرتبطين، راح يجي وراح يقدم لكم عرض، عنده تعلق جسدي معاكم، يعني ممكن تكونوا يعني عنده تعلق جسدي، تعلق جنسي، بيتذكر كل الضحكة والفرحة اللي كانت، يعني هذا الإنسان أي راح يجي ويداوي قلبكم، وراح يطلب منكم السماح أو الرجوع لو كنتم منفصلين. بيستشفي، بيوازن أموره، مربط، ما عارف حاله شو بده، بس الأشياء اللي بده هو أنه يرجع عندكم ويبدأ فرصة جديدة معكم، أنه هذا الشخص بيحبكم. طلع معنا كمان برج الدلو، راح أقول لكم الطاقات المائية ترابية، برج الثور، برج الجدي كمان، أبراج نارية، برج الأسد. خلاص هاي الطاقات اللي طلعت معانا. بده هذا الإنسان بده يجي ويقول لك كلام كتير حلو، بيقول لك بحبك، سامحني لو كنت متزاعلين، بس هذا الإنسان مكتئب كتير، حالة اكتئاب حاليا، وندم ندم كتير كبير، ندم ندم ندم. ممكن يجي ويطلب منكم زواج، هذا الإنسان بده يتزوج بس بيكم انتو، فهمت علي؟ النصيحة بتقول لك راح تجيك فرصة اللي انت كنت بتتمناها وبتستناها. النصيحة بتقول لك انه هذا الشخص بيشبهك كتير، بيشبهك، ونفس مقدار الحب اللي في قلبك في قلبه هو كمان. هيدي هي نصيحتكم. الرجوع بيبقى قرار لكم انتو شخصيا، على حسب يعني كل برج. بتمنى تكونوا بخير، ما تنسوا تكتبوا لي تعليق، تعملوا جيم او لايك، وتضغطوا على زر سبسكرايب. وبحبكم كتير حبايبي، واسفة اسفة يعني لو كنت بتكلم ببطء وهيك، لانه طاقات كتيرة وانا تعبانة شوي، يعني حاولت اعمل اللي في جهدي يعني مشان اعمل لكم فيديو. بحبكم كتير، باي.